علاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تجسدت الديمقراطية في تأسيس المجلس الوطني بغرفتي الشورى والنواب. ومنذ ذلك الحين خطت مملكة البحرين عبر تشريعات رائدة خطوات واسعة في طريق تحقيق البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، لتتجلى في مشوار 8 سنوات من العطاء. إنها ديمقراطية تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولازال مشوار العطاء مستمراً.